مرحبا بكم متابعي قناتي، واهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. كنحاول انني ما نتعطلش لكم، يعني كل مره نلوح لكم الجديد ديال الذهب، خصوصا عند مجوهرات رؤى اللي دائما كيبرعكم بالجديد، شي حاجه فريمون غزاله، موديلات كتكون حصريه، دي برومو واثمنه جد مناسبه. كنبغي نذكر انا مجوهرات رؤى مع خويا زهير اللي كنصور لكم دائما عنده، كاين في قيصريه الزموري في شارع عبد المؤمن في درب غلب بمدينه الدار البيضاء، وكيديروا الارسال في كازا والجميع مدن المغرب. يعني اي موديل عجبكم غير كتصوروا الشاشه وكترسلوا الرقم ديال الواتساب اللي كنخلي لكم دائما في صندوق الوصف. كيف ما قلت لكم جميع المعلومات غنخليها لكم يعني في كومونتير ايبانغلي ان شاء الله، ونحاول نخلي لكم كي قلت لكم حتى الرقم ديال الهاتف. ولكن قبل ما نبداو دائما السؤال اللي ولفنا انا نسولو لخويا زهير، شحال داير دابا؟ مرحبا بكم، مرحبا بجميع. كي داير بخير؟ الله يبارك فيك، الله يكبر بك اخويا. دابا كيدير 410 درهم. 410 درهم تقريبا، بحال الاسبوع اللي فات. بحال الاسبوع تحيدت من 11 درهم، بحال نقص 11 درهم في الجرام. فوالا ان شاء الله باذن الله غادي يكون فيديو كيف ما عودتكم، فيه الجديد، فيه ميزات، غير تسناونا وما تمشيو فيه. ليكم به هما الموديلات ديال لي كوردون دو ما. شوفوا معايا البنات، هذا الموديل هذا اللي كيجي زوين، كتلبسيه اما بوحدو اولا كتلبسيه مع دي غورميت وحدين اخرين عندك. من الجديد البنات اللي دخل المحل كيف ما قلت لكم، هو هذا الموديل هذا اللي كيجي فيه جوج. شفتوا انا نورمالمون هو عندي انا ديالي حيدته باش نوري لكم، هذا كيكون فيه غير واحد. غادي نشوف واش باين لكم دابا، انا نتوما كيكون فيه غير واحد ديبول هكا ديال الذهب. وهذا من الجديد البنات دار لكم فيه جوج ديال الخيوطه هكا، فيهم ديبول ديال الذهب. تقريبا شحال فيها من وحده هذه؟ فيها 24. 24 24 صغار 24 كويره ديال الذهب صغار. كنذكر دائما المحل اللي كنصوروا فيه كيبيع الذهب 18 كاره، الذهب 18 كاره دائما في قيصريه الزموري في شارع عبد المؤمن في درب غلف بمدينه الدار البيضاء. شفتوا كيفاش كيجي داير؟ واللي زوين البنات انه فيه اللوينات، يعني كاين فيه مثلا بحال هكا الاخضر الملكي، كاين فيه النواغ، كاين فيه البوردو، كاين فيه الصفيفر، كاين فيه الزرق، يعني اي لون بغيتي غير كتكومونديه، كتخلي واحد شويه ديال الوقت الا ما لقيتيش. فوالا شوفوا الزرق هذا ديال هذا ديال واحد. وكاين فيه حتى جوج هاد قادم عاد دابا دابا بحال كنوريهم غير اللون. اللون غير اللون فهمتوا؟ شي لون هذا يعني دابا كاين اللي فيها جوج وكاين اللي فيها واحد ياك. بالنسبه اللي فيها جوج بحال دابا دابا اللي دايره في انا يدي 350 درهم، 350 درهم 24 كره صغيره ديال الذهب. واللي فيها واحد، اللي فيها واحد هادو اللي بول ديالهم غلاظ 250 درهم. 250 درهم شحال وحده؟ شحال من بول فيها؟ 10 10 ديال اللي بول ديال الذهب غلاضين 250. وكاين هذا فيه بحال هذاك ديال اللي فيه جوج كيدير 200 درهم. 200 درهم شحال هو فيه اللوينات ديالو؟ شحال من وحده؟ 12 بول صغيره 200 درهم وتا هو اللوينات. تا هو اللوينات دابا هذا بحال البرومو ديال هذا فيه جوج 350 درهم، فهو واحد 200 درهم جوج. بحال هذه بحال اللي دايره في يديني تقريبا. دابا هذاك يعني الموديل ديالنا يعني باقا ما مطلش في السوق. فوالا يلاه يلاه جبتيه. نهز عليه الجديد. تبارك الله عليك. واثمنه زوينه 24 كره صغيره ديال الذهب. كنذكر دائما الذهب 18 كره كتبقى 350. اللي بغات بحال هكا تقريبا قلتي 10 هادو ياك ولا 10 ولكن كبار لي بول كبار ب 250 250. وكاين في واحد البرومو حصري دابا جوج ب 450 الا خدات هادو. جوج ب 450 البنات. وفيهم هادو لي بول كبار ماشي بحال الاخرين، هادو فيهم لي بول كبار. خديتي واحد ب 250، خديتي جوج ب 450 درهم. تبارك الله عليك. وكيف ما قلت لكم فيهم لوي ودائما خويا زهير كيف ما قلت لكم، بحال دابا تايلا طلع لك مثلا دم من شي لون كنتي خديتي الزرق وبغيتي الاحمر، راه كيجي يبدل لك الكوردون دو ما غراتويتمون بالمجان. وكنذكر ان اي حاجه عجبتكم غير صوروها كيرسل في كازا ولجميع مدن المغرب. دابا البنات غنتقل لكم لي غورميت الجديد اللي جاب خويا زهير في لي غورميت، شي حاجه زوينه مبروك لي ديدات جداد. شحال زوينين كيبانو فيهم هكا لي زارتيكل، تيبانو حيت لو روج كيبانو لي زارتيكل واضحين. من الموديلات اللي عجبوني كي قلت لكم هو هاد لا غورميت هادي، شوفوا كيفاش كتجي دايره، نتمنى انها تكون باينه لكم. شفتوا كتجي كتحمق بحال هكا، هانتوما السنيسله ديالها كيفاش كتجي، وفيها خريشيشات كتجي روعه هانتوما. وانا درتها لكم مع هاد الخويتم هذا اللي كيجي افي ديامون، كيبان بحال الديامون. نذكروا بالثمن ديال الخاتم واش باقي نفس الثمن؟ 1000 درهم. 1000 درهم 1000 درهم. كاين هذا الشكل وكاين الدائري، انا غنوريه لكم. وبالنسبه لا غورميت انا غنوريكم لي موتيف ديالها اولا الاحجام ديالها. شحال دايره لا غورميت؟ راه فيها الثمن. لا هذه ما فيهاش، هي هذه يمكن، هي هذه نفس لو بري جو بونس 2200. لا كاين الفرق، كاين الفرق، كاين الفرق. وهي هذه، هذه 2100. 2100 ها هي المربعه 2100. شوف البنات هي هذه 2100 درهم، كاين فيها هذا الشكل هذا، كاين هذه 2200 اللي كتجي دائريه. شفتوا
واعره 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 البنات. وهذا اللي زوين فيها ان بحال دابا اللي بغات تاخذ الطقم بحال دابا هذه كتجي زوينه مع هذه. اها شوف اللي بغات الطقم زوينه هكا واعر. دابا هذا شنو فيه اللي ب 3700 الحلقات والبوندونتيف. الحلقات والبوندونتيف والخاتم. والخاتم يعني معهم حتى الخاتم هو هذا. كيبقاو ب 3700 درهم. بغيتي غير لا غورميت هاي لا غورميت البنات كاينه 2200 و2100 على حساب واش بغيتيها دائريه ولا مربعه. والخاتم هذا تاو شحال داير بوحدو الا بغاتو مثلا مع هاد لا غورميت 1350 درهم. 1350 درهم بلاتي نشوف هكا ها هو باين ليكم. وبالنسبه لهذا اللي دايره انا في ايدي كيبقى فقط ب 1000 درهم. حمقني ان كود كوغ. يلا البنات جيم وبارطاج باش نوريكم الجديد اللي دخل خويا زهير. نكمل لكم هنا في لي موديل البنات. شوفوا معايا هاد الموديل ديال الفيلول وديال الغادكو كيبقى بالثمن ديال 4700. موديلات خطيره جدا شفتوا. كاين ثاني حتى هذا ديال جاكوار. جاكوار بموديل ديال الغادكو شفتوا بسنسه ديال الغادكو كيبقى ب 5800 درهم. انا غنقيسهم لكم بجوج باش تشوفوهم كيفاش كيجيو دايرين. روعه روعه روعه. بغيت نوريهم لكم هما الاولين كيجيو كيحمقوا. وكاين ايضا حتى واحد لو موديل حمقني هذا فيه لويزه ياك بحال لويزه هذه. هي بحال لويزه هي اللي طوندوزه ياك ولكن ماشي اللي معروف في المغرب. لا ولكن حتى هي ذهب 18 كارا غير 18 كارا. انا بالنسبه لي دابا هذه لويزه لويز شفتوا دابا داكشي هو اللي حنا جبنا لنا من اخر ما كاين طوندونس طوندونس. وغير الاشاره الثمن ديال لويز باقي نفس نفسه حنا غنشوفوه. كيدير 1700 درهم. 1700 درهم اين هو ديال برا؟ ديال برا وديال المغرب؟ ديال المغرب حيت على حسب الميزان ديالو كيبدا من 900 من 900 حتى 1000 درهم 1100 درهم فوالا. يعني ديال المغرب داير الثمن ديال المغرب ديما تيكون ناقص شويه. هادو البنات دايرين 4200 درهم. خريشيشات كيجي فيهم بحال هكا ديبوندونتيف وعاد كتجي فيهم هذا بحال لويزه كيديروا 4200 درهم فوالا. ها انتم البنات بالنسبه للناس يقول لي بغينا اللويز ثقيله ثقيله خويا زهير ثقيله البنات. هذه هذه ديال برا. دابا حنا مصايبينها هي ديال المغرب ومصايبين لها داك. شفتوا ها انتم نوريكم دابا البنات الفرق. هذه ديال برا ولكن ثقيقه البنات دابا ملي هزيتها. وهذه ديال المغرب هما مصاوبينها. دابا هذه بشحال كتقام هذه ديال المغرب؟ هذيك ديال المغرب ملي كديروا لها هاد عندها ديك النوتوره ديالها. انا غنعبروها لكم حيت كيصاوبوها كيديروا لها بحال دوك الدويرات هكا من الجناب. كتبقى 1700 هذه 1700 درهم بحال بحال هذيك. هذه فيها هذيك الدوره ديالها حيت زيد على هذو زيد على هذا 1700 وهذه حتى كتبقى ب 1700 1700 فوالا. غير هذه ديال برا وهذه ديال المغرب. و الا بغاتها بلا هذا الشيء كتقام على رخص. الا خداتها بلا هذا الشيء اللي داير بها كتقام على رخص. ها انتم البنات اللي كيسولوني على الثمن ديال اللويز. دابا غنقيس لكم هاد لي غورميت. ها انتم البنات انا قيستهم لكم شفتوا كيفاش كيجيو دايرين. هذا كي قلت لكم ديال الفيلول والغادكو دابا دخلوه ياك دخلوه في الخويتمات دخلوه في الحلقات وفي السنيسلات وفي لي غورميت شفتوا كيجيو بحال هكا. هما داروا في الموديل ديال الفيلول اللي قلت لكم الثمن ديالو 4700 ودخلوه ايضا في الموديل ديال جاكوار شفتوا او الموديل ديال جاكوار اللي قلت لكم كيبقى بالثمن ديال 5800 درهم 5800 درهم. وهذا البنات ها هو ديال 4200 غير باش تشوفوا معايا الحجم ديالو. ها هو ديال الخريشيشات حتى هو كتجي النص ديالو كوردون ماشي كوردون غادكو ستيل غادكو. والاخر كيجي بحال دي بانس بحال هكا وكيجي فيها خريشيشات وكيجي فيها هاد اللويزه هنايا. كيبقاو بالثمن ديال 4200 درهم. من الجديد ايضا كاين هاد الموديل هذا ديال الخريشيشات شفتوا كيجي واعر البنات. كيجيو فيه خريشيشات 3 دي هانتوما شفتوا هانتوما. انا لابسه لكم واحد باش نوريه لكم غير باش نوري لكم ان كل وحده تقريبا فيها دي موتيف مختلفين غزالين. هذا كتجي فيه الخميسه كتجي فيه هكا هذا الشكل بحال سداسي شفتوا واعر. وها هو البنات لابسه هنا في يديا موديل ديال خريشيشات الثمن ديالو 1500 درهم. كنذكر دائما ذهب 18 كاره 1500 درهم. موديلات غزاله وحصريه عند مجوهرات رؤى. دائما سي زهير كيبدع وكيجتهد كيجيب لكم الجديد واثمنه مناسبه شفتوا من 200 درهم كيف ما شفتوا معايا واعر. هذه 1500 درهم. واللي بغات تكبر منها قلنا بشحال كتبقى هذه 2600. هذه 2600 درهم. هانتوما نحط لكم حداها هذوك راه سالاو مشاو دابا هذو الاخرين ديال هذيك الغلايه اللي دوزنا وداك الشيء مشاو ولكن السيمانه الجايه يكونوا غيكونوا فوالا. هانتوما السيمانه دابا كاينه العطله جيو وخذوا اللي كانت مشهيه شي حاجه جي تاخذها. شتو سورتو ان دابا اللي كنسمع ياك واش بصح نيت ان الذهب ملي تي ما تيقرب الصيف تيغلى ولا ما كايناش هاد القضيه ياك ما عندهاش علاقه. عندها علاقه بالسوق ملي كان طالع ولا هابط وصافي. عندها علاقه ب
بالحروب اقتصاد العالمي فوالا زعما ما كايناش الصيف تيغلى حتى شي تيقولوا السيده تيقول لك راه في العيد الكبير غيطيح هذاك الشيء تماما هادشي تيقولوا لا ما كاينش ايوا فوالا باش تكونوا واخدين فكره بالنسبه كي قلت لكم هادو 1500 ونعاود نذكر اللي كبيره بشحال كتبقى قلتي لي 2000 2600 درهم ها نتوما كيفاش كتجي دايره 2600 درهم يلا اللي عجبتها شي حاجه البنات صور الشاشه وتصيفط الرقم ديال خويا زهير اللي كنحط لكم دائما في صندوق الوصف واللي بغى تجي للمحل مرحبا بها راه كيسدوا فقط غير نهار الجمعه يعني غير الجمعه فقط اللي ما كيكونوش نكملوا البنات في لي غورمي تشوفوا معايا دابا ثاني شي حاجه حضاريه شتو هادو مشاو ياك هذيك نوبيلا غيفاج هادو يلاه جاو شتو البنات كيفاش كيجيو دايرين واعره 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 هذه كتحمق البنات الثمن ديالها 9000 درهم 9000 درهم ولكن راه شي حاجه شوفوا تبارك الله البنات قداش غليظه البنات كتجي مبرومه وهازه 9000 درهم ياك اللي بغى الطقم غنوريها لكم البنات بقاو معايا هو وجدها لي خويا زهير المهم هذه دايره 9000 درهم وكاينه هذه كدير 5000 درهم ياك 5000 درهم ديال الحصيره شوفوا كيفاش كتجي دايره 5000 درهم واعره كاينه هذه 4100 درهم هذه واعره حتى هي 4100 درهم هذه باش عجبتني البنات فيها حتى شويه البرونز كتبان بحال فيها البرونز شفتوا كتجي كارتي انا كنقرب لكم واعره شوفوا معايا الشبكه ديالها دايره بحال ديك الشهده شفتوا الشبكه السنيسله ديالها دايره بحال ديك الشبكه ديال الشهده غزاله كنذكر الثمن ديالها 4100 درهم شفتوا فن هذه شحال 2900 هذه واعره هذه البنات اللي ما كتبغيش الحجر اللي ما كتبغيش الحجر وكتبغي موديل هذا كيجي سبور اكثر ياك تيجي سبور شي السيدات مثلا اللي كيكونوا اللباس ديالهم اكثر يا سبور ومن الموديلات اللي ممكن تلبسيها بشكل يومي هو هذا لو موديل والثمن قلنا 2900 درهم انا غنلبسوا لكم البنات باش تشوفوا كيفاش كيجي داير ها نتوما البنات انا لبستو شوفوا كيفاش كيجي كتجي بحال واحد طريف ديال الذهب داير وهنايا السنيسله قلنا 2900 درهم ذهب 18 كرام خدوم شي حاجه فريمون روعه 2900 درهم غنكمل لكم البنات في هاد لي موديل هادو شوفوا معايا هذا دايره 4200 درهم هاد لو موديل شوف وتقيقل 4200 درهم كيجي بحال ستيل خريشيشات ولكن مودرن ماشي تقليديه بالروميه 4200 درهم شفتوا كيفاش كتجي دايره كاين ديال غافينيتي هذا حتى هو خطير هذا ما كيموتش ما كيموتش هذا دائما مطلوب 5300 درهم فيه هنايا السنيسله ديال الحصيره هذه الكبيره 5300 درهم البنات شفتوا كيفاش كيجي داير واعر 5300 درهم انا كنطول البنات باش اللي بغات تسكريني تيبقى ليها الوقت الموديل اللي بغات وهكا تيكون ساهل حتى على خويا زهير انه يعرف الموديل اللي بغات السيده من الاحسن تصيفط ليه الموديل دير عليه كروه اولا تصوروا في بلاصه ما تبقى تقولي داك اللي زرق داك ماشي اللي زرق داك اللي مدور داك اللي تصيفطي ليه الموديل كتكون يعني القضيه سهله عليه باش يعرف الموديل اللي بغيتي غندوز لكم دابا الموديل واحد اخر اللي هو هذا وكنقول كتشوفوا معايا البنات في الصوره يعني الغادكو فارض نفسه بقوه يعني هو نورمالمون كان موديل تقليدي دابا ردوه موديل عصري دخلوه في كل شيء شوفوا تبارك الله هذا الموديل ثاني كيفاش كيجي داير خطير روعه 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 انا غنوريهم لكم كامل عاد غنقول لكم الثمن ديال كل واحد كاين الموديل الاول هذا بوحدو يتلبس بوحدو خطير بغيتي تلبسيه مع دي بغاسل ولا مع دوطخ غورميت ممكن واعر كاين الثاني ديال الفيلو اللي كنت وريتكم انا وريتكم الخاوي هذا اللي كيجي العامر ديالو من الوسط شفتوا كاينه مثلا السيده اللي كتبغيه غير بحال هكا كله كيجي ستيل غادكو كامل بحال هكا سنيسله كلها ما فيها حتى شي حاجه ديال العنق ديالو فوالا اللي بغا ياك انا غنشوفهم غنشوفوها نتوما بقاو معايا ما تمشيو فينا البنات سنيسلات ديال لويز غتشوفوا اطقم ان شاء الله باذن الله كلشي روعه كاين هذا شوفوا البنات مختلف هذا بحال كيجي كيكون هنا كبير منه كيبقى غادي وكيصغر شفتوا وعاد كاين هذه اللي كتجي فيها بحال اون باغيت هنايا كيبان لكم شفتوا فيها الحجيرات هذا هو موديل روعه دائما سنيسله كتبقى ستيل غادكو هادو كيحمقوا وهادو من الموديلات اللي السيده اللي شراتها كتقول لك خبات فلوسها فيهم شفتوا هادو حيت ان دي موديل هادو بالنسبه للاثمنه غنجيو للموديل الاول هذا داير 5400 درهم ها هو 5400 درهم الموديل الثاني داير ها هو البنات 4850 هذا 4850 درهم كاين هاد الموديل هذا داير 4500 درهم كنذكر دائما ذهب 18 كاره شفتوا كاين هذا ها نتوما شوفوا هذا قداش هذا كبر منه
هذا كيبقى ما عندوش الثمن اخويا زهير. هي نقول لها ولكن كاينه ديال العقد ديالها. الا بغات تاخذ الطقم، وماذا تشوف لنا هذه؟ هذه حيت اللي صغر منها ب 4500. كاين بحال دابا هذه، هذه جايه دي كرادي الشاكم. فوالا داكشي اللي قلت لك، تتجي بحال كتكون غليظه وكتبقى غدا وكتصغر. انا غنقول لكم الثمن ديالها، وبالنسبه لهذه 5400 درهم. ها هما 5400. هذا كيجي كيجي اونسومبل. انا غنوريه لكم البنات. ها هو بين معبر لي خويا زهير هادي. غنوريكم هذا كيجي اونسومبل. السيدات اللي كيبغيو هكا ستيل غادكو كيجي على هذا الشكل، كيبقى بشحال 14500. 14500 ما فيها حتى حجره ياك. وشوفوا السنيسله هنايا لا غورميت كيفاش مخدومه. شوفوا كيفاش مخدومه البنات. هذه كتجي فورمه وحده ياك، فورمه وحده هذه البنات. شوفوا هذا خطير، 14500 درهم. وكاين هذا الشيء اللي قلت لك عليه، غورميت ديال السلسله ديالو ديال العنق. ها فوالا هذا اللي كيجي كتجي السنيسله بحال بحال غليظه شويه من هنا، وكتبقى غادا وكترقاق. فوالا بالنسبه لهذا شحال داير؟ هذه الكورميطا بوحده كدير 6200 درهم. هي الكورميطا بوحده دايره 6200 درهم. 6200 درهم. وهذه السنيسله ديالها هو غيعبرها ليا ويقول لكم الثمن ديالها. المهم هذه البنات هانتوما عقلوا اللي بغاتها 14500. كدير 9800 درهم. 9800 درهم هذه. شوف شحال كبيره البنات، دايره 9800 درهم. يلاه البنات جي مو بارطاجو، اللي عجبتها شي حاجه تصيفط الموديل اللي بغات. وممكن انت مثلا السيده عشقات هذه وبغاتها خفيفه، بغات تمشي بغات اخف منها هكا، ممكن تكون رقيقه. فوالا حيت كاين السيدات على حساب ممكن اي حاجه ممكنه، غير هو انت عندنا واحد السنيسله دابا هما دابا شحال من خطا يسولونا على الناس حنا جبناهم زوينين هادو. صافا كتبغي دير فيها شي حاجه ماشي لويزا، كتبغي دير فيها لويزا. شحال كيبقاو هادو؟ فنين. بقاو معايا البنات نعبروهم. ها هي البنات من بعد ما عبرناها كتبقى ب 4700 درهم. 4700 درهم. وباش زوينه البنات ممكن ديري فيها بحال هذا مثلا، ممكن ديري فيها لويزا، ممكن ديري فيها بوندونتيف مثلا بحال هذا لو ستيل هذا. علاش لا سي بوسيبل بحال هذا الشكل هذا بحال ديال فيرزاتشي. شفتوا كيفاش كيجي داير متفنين. وكاين السيدات اللي كتقدر تلبسها غير بحال هكا، هي ستيل مودرن كتلبسها سون بوندونتيف غير بحال هكا. شفتوا هذا دابا هما هما لا طوندونس، هما لا طوندونس دابا تبارك الله عليك. ومازال البنات كاين مازال جديد. نقول لهم هذا، نوريهم هذا الدماغ حتى حنا في ليزونسومبل. كنعيطو لكم نقول لك الله يكبر. ولا تبارك الله شي، واخا ما نصورش البنات خصكم تعرفوا، راه واخا ما نصورش هو تقريبا كل 3 ايام 4 ايام كيدخل شي حاجه جديده. جديد راه ديما جديد، سوا داكشي اللي كيخدم سوا داكشي اللي كيشري، حيت هو ماشي كيشري، كيشري وكيخدم وكيصاوبو هما. دابا هذيك السيده اللي خدات السريتله، السريتله جات صغيره ياك، هذيك ديال ليبا اللي كانت عجباتنا اللي ما فيها لا حجر لا والو. جاتها صغيره، دفعت لنا واحد افونس وجدنا لها وعيطنا لها قلنا لها جبتي الامل. وجاتها كتحمق بصحتها وراحتها، ودرنا معها واحد الثمن زوين كلشي الثمن باش قال ليها، ماشي هو الثمن باش باع ليها. في الاول تقامت عليها غاليه ملي هو دفعها وصوبها، تقامت عليها رخص. هادشي قدام عينيا، لو جاتها كتحمق خداتها بصحتها وراحتها وبقات كتشوف حويجات اخرين. ملي شافت الجديد اللي غنصوروا خدات حاجه اخرى. صحتها وراحتها. وانت نتوما والله نكون انا عند حسن الظن ديال شوف السي زهير، والله الا تيقولوها الناس شوف مالين ذهب كاينين فيما مشيتي ياك، فين ما مشيتي كاين مالين ذهب. كتبقى المعامله وملي كتولي في شي محل وطريقه المعامله وديما الجديد والاثمنه كيجيوك مرفقين. وحنا والله الا كنحاولوا نخليو الكليان على الخاطر ديالو، والله الا كنحاولوا بعد خلاص كنضروا حنا لا لا تبارك الله عليك. الخاطر اش كيجوني سي زهير الخاطر. حيت دابا الكليان حنا باش خدامين راه بالناس، تيقول لك لو كليون ايغوا. فوالا انتوما كتخدمين تبارك الله عليك اخويا زهير. مرحبا بالجميع. واللي شاف حنا ماشي ملائكه عاوتاني، علاش صدر منا شي حاجه؟ حتى واحد ما قال لك الملائكه لا تحلقوا، ونديروا ذاك الفيلم لا تحلقوا فوق الدار البيضاء. الملائكه ما كاينينش في ما كاينينش في الارض. يعني الحمد لله حنا كنصيبوا وكنخطئوا، واللي صدر منا شي حاجه ماشي هذيك يسمح لنا والمسامحه تبارك الله. لا لا كاين اللي كيديرها كاع قد راسه ما عمرو كيعترف. واخويا زهير الحمد لله السمعه ديالو سابقاه، يعني كيتعامل مع كل شيء زوين، غير هو يعني كيعتذر مثلا غير مثلا شي وحده ما جاوبهاش في التليفون ولا تعطل عليها اولا راه ساعته لله. دار مزاقن دار والله الا كيعيطوا لنا بعد خلاص وما كنجاوبهمش حيت كتكون مشغول هنا مع الناس. مشغول انت بعد خلاص كتكون جابد الانسان السلعه.
صح. دابا جبدنا السلاس دينا الباب، علاش؟ حيت هادشي خفيف، القرصه هذا كتكون النيه ديالها ماشي هذيك باغات، والمحل صغير. المحل كتشوفوا راه كيجيو نتوما كيجيو المحل، المحل صغير يعني ابين، المهم غير ما يبقاش فيكم الحال، مسامحه وصافي. تبارك الله عليك اخويا زهير. المهم ها كانت يعني توضيح بين قوسين. وبالنسبه ثاني غنرجعوا دابا، هذا ثاني ستيل غادكو موديرن، شفتوا ثاني من الاطقم دابا الجديد اخر. تبارك الله عليك، عجبني بزاف هذا لو موديل، شوفوا كيفاش كيجي داير بحال بحال مكانه بغاسلي. وشوفوا معايا البنات الباغور كيفاش كتجي دايره كتحمق. هذا كيبقى بالثمن ديال 15000 درهم، 15000 درهم. هنا البنات غادي نوريكم واحد الموديل اكثر طلبا، هما هكا سنيسلات اللي كتكون فيهم داخل فيهم اللويز. دابا هذه ديال الفروج، واش ديال برا؟ هذيك هذه اللي هنايا ديال برا، ديال برا شتو يكون فيها هذا الفروج بحال هكا، كيشدها هو وكيديرها لكم فوس البوندونتيف، يعني كيجي داير بها. وفيه هذا لو ستيل هنايا الا مود. هذه بالنسبه للثمن ديالها كيف ما غيبان لكم، بلاتي نقلبها، 4850 درهم، 4850 درهم، من الموديلات الاكثر طلبا. يعني ما بقوش غير السيدات الكبار اللي لاحظت انا اللي كيطلبوا اللويز، كل شيء ولا كياخذ اللويز. ان شاء الله انا ما كرهتكش اخويا زهير، ديروا لنا في لي غورميت ان شاء الله. كانت واحد غورميت، كانت هذا هو واحد غورميت صح، ما شحال هذه؟ أيه. شحال هذه؟ زعما بحال هكا يكونوا 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 كثر، عرفتي كيفاش كيجيو في لي ديدات هما اللي خارجين دابا لا طوندونس. هو دابا جابهم لكم هما وليكم، هما ولي غادكو جابهم لكم بحال هكا، شتو؟ ان شاء الله غادي يجيبهم لكم حتى دي غورميت فنين. هذا الموديل الاول. الموديل الثاني دائما ستيل غادكو، هذا حتى هو كتجي فيه السلسله ديالو، اولا شوفوا كيفاش كتجي دايره، واعره 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 شفتوا. وبالنسبه لا غورميت كتجي على هذا الشكل، شوفوا لا غورميت حتى هي لو ميم موديل. هانتوما البنات هادو كيبقاو بالثمن ديال 14000 درهم، 14000 درهم. كنذكر دائما الشيء اللي كتشوفوا معايا ذهب 18 كاره من عند مجوهرات رؤى اللي كاين في قيصريه الزموري في شارع عبد المومن، اللي كاينين في درب غلف بمدينه الدار البيضاء. الناس اللي كيسوني قيصريه ديال الزموري، راه اي واحد هنايا ملي كتهبطوا، سواء جيتوا في الكار او جيتوا في الطوموبيل او جيتوا مثلا في التران، اللي سولتيه على درب غلف غادي يجيبك، يعني معروف واحد البلاصه اللي معروفه. هذا غير توضيح بالنسبه للسيدات اللي يكونوا من مدن اخرى تيقولوها ليا، وانا ان شاء الله غنحاول غي سهل سيدي ربي، وغادي نبدا نحاول نوريكم الطرقان، يعني ملي نكون غندير لكم هكا فلوغات ونوريكم الطريق. الناس اللي بغاو يجيو لقيصريه الزموري مثلا، الناس اللي بغاو يمشيو لكراج علال، الناس سورتو الناس ديال المدن الاخرى، رانا عاقله على الطلب ديالكم ان شاء الله، وغنحاول نديرو لكم في القريب. بالنسبه لهاد الموديلات الثاني، هادو ممكن يمشيو اخويا زير مع الخريشيشات اللي وريتينا قبيله. ياك واعرين هادو صورناهم مشاو عاودناهم. هادو عندنا فيهم شي كوموند، وحده كاينه كوموند فني زوينه هذه. شحال كيبقاو هادو؟ 5000 درهم، 5000 درهم واعره. هادي تمشي مع الخريشيشه اللي صور، اللي صورنا 2600 شفتوا، تقريبا فيها لي ميم موتيف وحتى هي كبيبره. ها هي البنات بارك، نعاودو نذكرو هادي 2600 خريشيشه، و السلسله 5000 درهم، 5000 درهم. شوفوا البنات غليظه، شوبار غليظه اللي كنزل تبارك الله. لا وحتى الخريشيشات متقونين، ها نتوما البنات غلاض ومتقونين، 5000 درهم ولا غورميت 2600 درهم. يلا البنات اللي عجبتها شي حاجه جيم وبارطاج، ومازال كاين الجديد. وشوفوا البنات الجديد ثاني اللي دخل خويا زهير، السيدات اللي كيحماقوا على هاد الحجيرات اولا تيقولوا ليه بحال تيقولوا ليه الفيروزي، شفتوا هاد التوركوا هذا الدرجه ديال الازرق كتحمق. جاب لكم طقم، شوفوا البنات فيه الخاتم ذهب دائما 18 كاره، فيه الخاتم، فيه الحلقات ديالو، انا كيحمقني هذا اللون هذا شفتوا، كتمشي فيه لا غورميت ديالو بحال هكا. هانتوما البنات شفتوا لا غورميت كيفاش كتجي دايره، وكتمشي فيه واش سنيسله ولا جوج سنيسلات؟ هو فيه جوج سنيسلات. هو فيه جوج سنيسلات فوالا، فوق وحده تحت، وهاد الغورميت ديالو فوالا. يعني هادي دابا واش زعما سيباغي، هادي بوحدها وهادي بوحدها؟ لا سنيسله وحده، سنيسله وحده. يعني عندهم سداده وحده، سداده وحده شفتوا، كيجي بحال ستيل، بحال ستيل سوطوار. طاحوا لي الحلقات قاولوا لنا شتي كيفاش كتجي. هانتوما يعني سداده وحده كيف ما كيبان لكم من هنايا، ها هي سداده وحده، كتجي بحال كيجي بحال هكا غزال، كيجي كامل كيف ما غيبان لكم الحلقات ديالو، راح ينطحوا ليا الحلقات، الخاتم، لا غورميت، وهو كيجي دوبل سلسله، كيجي بحال كيجي هابط، كيبقاو بالثمن ديال 9500 درهم البنات، 9500 درهم. ها هي لا غورميت البنات هي طاحت لينا، شفتوا من الموديلات الانيقه جدا واللي قليله، يعني قليل فاش كنشوفوها، شفتوا اللون واعر، 9500 درهم. واو اخويا زهير حشومه عليك، شحال داير هذا؟
حتى انا غنقيسو لكم، بقاو معايا. هانتوما البنات شوفوا معايا لبستهم لكم، فنين فنين فنين. كاين فيهم جوج الوان، كاين فيهم الاخضر الملكي وكاين فيهم هاد التيركواز هذا او الفيروزي. شو دي بغاس لي كيفاش كيجيو دايرين دائما ده 18 كره. حمقوني ممكن ياك بغات تاخذوا مع الطقم تاخذوا مع الطقم، بغات تاخذوا بوحدو كتاخذوا بوحدو. بالنسبه للاثمنه اللي في اللون الاخضر كيبقى ب 4600 درهم، واللي في اللون الفيروزي كتبقى ب 4400 درهم. شو واعر ذهب 18 كره دائما. وكنعاود نذكر اللي عجبها شي ارتيكل تسارع وتاخذوا، لان بعض المرات بحال هاد لي زارتيكل يقدروا يرجعوا يقدروا ما يرجعوش، هما ديما البرومو ديما الجديد. ولكن هاد اللوينات وهاد لي زارتيكل بالضبط ما عرفت. دابا لينا باش نوصلوا للانسان شحال واحد دابا كيكون شي فيديو دوزنا شحال هادي قديم سي فغي. دابا علاش حيت دابا بقيتي كترد هذيك السلعه القديمه، ما كاينش الحلاوه ديال سي فغي. كنحاولوا حنا اش كديروا فيديوهات تنوع باش الانسان يسارع في لا انت كتسامت في المنافسه. انا كتعجبني اذا كيشوفوا الناس راه كاين محلات اخرين كيشوفوا السلعه ديالك وتا هما كيتنوضوا وكيديروا النفس وكيبداو يخدموا تا هما موديلات فهمتوا. يعني تحاول ديما تلعب على الجديد ديما، حيت ما يمكنش نرجعوا مباشرين. لا شوفوا التاريخ امتى تحط الفيديو. ديما تنقولها لكم انتم تحت الفيديو كاين واحد السهم وركوا عليه كيخرج لكم التاريخ. يعني الا شفتوا بشهر عرفوا هذوك الموديلات اغلبيتهم ما غيكونوش. ديما شوفوا الفيديوهات جديده، روعه 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 البنات. يلا جيمو بارطاج، وباقي مازال موديلات اخرى. شوفوا معايا البنات ثاني هذا الموديل شحال كيحمق باش ينزومي لكم. كيدير 4800 درهم. هانتوما البنات شفتوا 4800 درهم واعر. والبنات راه عنده حتى السلسله ديالو هذه لا غورميت كتجي ستيل غادكو شفتوا. شوفوا كيفاش كتجي دايره، حمقني هذا الموديل 4800 درهم، وكاين حتى السلسله ديالو متوفره بالنسبه للناس اللي بغاوه. وغنكمل معاكم هنايا كيف ما غتشوفوا معايا في الاطقم وفي هاد لي سوطوار بحال دي ميني سوطوار. غندير لكم بالشكل الاول وهذا ديال الجاكوار اللي داخل فيه بحال الكحل بحال النوار هنايا كيف ما كيبان لكم. شوفوا العوينات شفتوا، وغنوريكم انا الفافوري ديالي باقي ياك داك المشبك الجاكوار ياك اخويا زهير كاين. انا غنوريه لكم جا واحد اخر في واحد الحجيرات شويه هي بهنا غنوري لكم البنات. بقاو معايا ها هو البنات اللي كيحمقني انا. كاين هذا وكاين هذا، شنو الفرق؟ شوف هذا ولكن واحد لاطوش عطاته زوين هاد الحجيرات شفتوا. الحجيرات كيف ما كيبان لكم مدفونين. شوفوا العوينات، شوفوا انا فين كنتو فين دغيا شفت هذا تلاحيت عليه هانتوما. شوف كيفاش كيجي داير واعر واعر واعر. هذا هو كيجي طقم او غيعبروا لي دابا يقول لي الثمن. كيجي فيه الخاتم، كيجي فيه السنسله افيك بوندونتيف شفتوا، وكيجيو فيه الحلقات ديالو حتى هما بالعوينات في الخضيضر. غير بالنسبه لهذيك لاطوش كاينه غير في الخاتم، هاد لاطوش ديال الحجيرات في البيض كاينه غير في الخاتم. انا ان شاء الله غنرجع نقول لكم الثمن ديالو. بالنسبه لهاد الميني سوطوار هذا اللي وريتكم ديال الجاكوار اللي قلت لكم في النوار، هذا كيدير 6700 درهم. 6700 درهم. ودابا غنشوف لكم هذا شحال داير الثمن. ها هو البنات عبروا لي خويا زهير، الثمن ديالو كيبقى ب 14000 درهم و500 الطقم كله. شوفوا معايا الخاتم ديال الجاكوار، الحلقات ديال الجاكوار، والسلسله افيك غون بوندونتيف البنات شفتوا. واللي بغات مثلا السلسله مكبر ممكن ديرها مكبر. انا جو بريفير انا ثلاثه انا جو بريفير بحال هكا حيت هو كبير. السلسله خاصها تكون رقيقه ياك راسي صافي راسي بوسيبل على حسب لو شوا ديالها. المهم هذا دابا داير 14000 درهم و500. غنكمل لكم هنايا بهذه السلسله الثانيه اللي دخلوا المحل جدادين. كاين هذا الموديل الاول هذا تقريبا بحال ستيل ديال جلوي، داير الثمن ديالو 4300 درهم. 4300 درهم كيف ما كيبان لكم. وكاين هذا لو موديل هذا ديال الشميشه داير 5200 درهم. 5200 درهم. من الاطقم ايضا كاين هذا الموديل هذا، هذا الطقم ديال فيرزاتشي. شوفوا كيفاش دايره البنات، كيجي فيه هذا ما فيهش سلسله، فيه غير البوندونتيف كبير، فيه البوندونتيف البنات والخاتم. علاش ما كنديرو السلسله؟ كاين عنده السلسله ما كنبغوش فوالا ما كتبغيش زعما تربط، يعني تجبرو انه ياخذ السلسله معاه. اغلبيه السيدات كتكون عندها السلسله ولا جوج في الدار، ممكن كتبدل لهم غير البوندونتيف شفتوا. فيها الحلقات والخاتم، وكي قلت لكم لو بوندونتيف كيبقاو ب 4400 درهم. 4400 درهم. ايضا كاين ثاني واحد لو موديل حمقني، شوفوا معايا البنات. هذا كاين موديل خفيف وموديل ثقيل. الموديل الخفيف هو هذا ديال كيف ما كيبان لكم ديال لويز، ديال لويز هذا. يمكن هذه لويز اللي قال لي وراني قبل اخويا زهير ديال المغرب، مدورينها كيف ما كيبان لكم بهاد الحجيرات هادو ديال الذهب مع السنيسله. كيبقاو بالثمن ديال 2750. هاي 2750 درهم. شوفوا كيفاش كتجي دايره. وان شاء الله راه مستقبلا غيتوفروا حتى لي غورميت، تاخذي طقم تجيك فنه لبيسه
الشوط الطقم يجيك غزال 2750 درهم. هذا موديل خفيف. الموديلات الثقال اللي ممكن كيتلبسوا يعني في الحضور او لما كتكون عندك شي مناسبه هو هذا لو موديل هذا داير 9200 درهم. شوفوا كيفاش كيجي داير، كيجي كله مبروم والبوندونتيف ديالو كيجي كبيبر. شفتوا البنات 9200 درهم. ودائما حنا في الفيديوهات ديالنا في الاول ديال الحلقه كنقول لكم الثمن ديال الذهب في الوقيته اللي كنكون نصور لكم، بحال دابا في هذا الفيديو هذه الثمن ديال الذهب الجرام الخام بيان سور يعني غير سابيكه باقي ما تخدم ما والو داير 400 درهم و10 400 درهم و10 دراهم. سمح لي على التوضيح، ماشي سابيكه زعما مخدومش زعما ولا لا كيكون مخدوم بحال دابا عندك ميس دابا علاش ما بغيت نبين الاختيار لا لا بالعكس انا باش الا كان شي حاجه انا الا كان الا كان عندي شي لبس ولا شي خلط حيت دابا كاين خدام كاين شي صناعي سحبنا كان فوالا انا غنوريكم دابا هذا دابا هذا هو المبروم الشكل هذا دابا هذا المبروم هذا كنخدمو من الجرام. دابا هذا نيت واحد خدمت لواحد السيده ب 410 درهم من الجرام يعني ما كتزيد عليها والو داك الشيء اللي تعبر تاخذ فهمتك. كاين هذا والغادكو هذوك الرادكو ديال البلاد فهمتك 410 درهم يعني هادو اللي كيكونوا مبرومين اولا دوك الحسبيين راه ماش كيقولوا لهم حتى هما لا ما كيمشيوش حتى هما للجرام الحسبيين تيقول لهم السيدات كاين هادوك ديال سميتو بحال مشبكين شويه ياك بحال لا ماشي مشبكين ديال العظم كيقول ديال العظم فوالا اها والغادكو هما ثلاثه كيمشيو للجرام يعني ملي كيعجبك شي ارتيكل كيعبروا داكشي اللي جاك في العبار كتخلصيه ياك فوالا دابا عاد فهمت. نكملوا البنات في هاد من بعد التوضيح نكملوا في لي زونسومبل. كاين هاد لونسومبل هذا خفيف انا حمقني ديال كل نهار من الجديد ايضا يدخل المحل هاد الموديل ديال لي بول. وبالنسبه للسيدات ممكن يديروا معاه لي كوردون دو ما بحال هكا ممكن كيجي معاه زوين كطقم. بالنسبه لهاد لونسومبل كيمشي فيه الحلقات كيمشي فيه الخاتم كيجي على هاد الشكل هذا نتوما البنات وكيتمشي معاه البوندونتيف ديالو وبثمن اللي هو زوين وما فيه حتى حجره يعني ما فيهش الحجر 3400 درهم 3400 درهم. اي فوالا البنات دابا غادي نكملوا ملي درنا واحد الوقفه ياك درنا واحد الوقفه مع بعض المتابعات الله يخليكم ديما ضاحكين فريمون والله الا فوجنا انا في المحل وتحيه كبيره لكم. غنوريكم هذا الموديل هذا اللي باش عجبني البنات كيف ما قلت لكم حتى هو موديل ديال لويز بلاتي نديرها هكا باش يبان لكم احسن. فوالا ها هو موديل البنات ديال لويز نتمنى يكون باين لكم التفاصيل. لويز هنا كتجي الوسط وعاده كاينه الخدمه بسنيسله ديالو كيف ما كيبان لكم يعني واحد الموديل اللي هو كبير الثمن ديالو 8500 درهم 8500 درهم. شوفوا كيفاش كيجي داير 8500 درهم. غنوريكم دابا موديل ثاني كاين البنات ثاني هذا لو موديل هذا شفتوا تقريبا كيشبه الاخر غير صغر منه واحد شويه تقريبا والثمن ديالو 8600 درهم 8600 درهم. اللي عجبتها شي حاجه البنات دير لها كابتور ديكرون وترسل لها الرقم ديال خويا زهير ديما كنخلي لكم في صندوق الوصف. شوف البنات انا كنحاول نقلبوا لكم باش تشوفوه مزيان هانتوما السنسه ديالو راه كتجي غليظه والثمن 8600 درهم. موديل اخر البنات شوفوا معايا كيفاش كيجي داير حتى هو لويزا كتجي بحال هكا وشوفوا الخدمه اللي كيجيو خادمينها عليها هانتوما البنات شوفوا السلسله كتجي بحال هكا كبيره فوالا والثمن كيبقى ب 6300 درهم 6300 درهم كيجي ثاني على هذا الشكل هذا. من الموديلات ايضا ثاني الكبيره هو هذا الموديل هذا موديلات حضاريين كيجي على هذا الشكل وباش عجبني البنات كيجي يعني رومي موديل اللي هو رومي عصري. هذا الثمن ديالو البنات انا غنقرب لكم شوفوا شوف كيفاش كيجي داير. هذا الثمن ديالو 9300 درهم 9300 درهم. كاين البنات حتى هذا لو موديل هذا شوفوا معايا ثاني كيفاش كيجي داير انا غنقرب لكم كيجي بحال الشميشه نتمنى ان الشكلات يكونوا باينين لكم كنحاول ما امكن نوريكم التفاصيل. هذا داير 6200 درهم 6200 درهم. من الموديلات ايضا لي طوندونس هو هذا الموديل هذا غزال وراه كيجيو البنات كاينين حتى لي غورميت ديالو ولي براسلي كيجي كيحمق فيه الحجيرات من هنايا سنيسله سامبل وكيجي على هذا الشكل هذا شفتوا فوالا. هذا الثمن ديالو جو بونس هو 4600 درهم كيبقى ب 4600 درهم. من الموديلات الروعه ايضا هذا الموديل هذا ديال الغادكو وكتجي فيها هنايا البوندونتيف ديك بحال الحدوه ديال الحصان فن 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 البنات. الثمن ديالو حتى هو داير 9000 درهم فوالا 9000 درهم البنات كيجي كيحمق وباش عجبني البنات ممكن يتلبس حتى الجنب شفتوا البنات ممكن تلبسوه بحال هكا وممكن تلبسوه بحال هكا الثمن كيبقى ب 9000 درهم.
وكاين البنات حتى هذا لو موديل، شوفوا كيفاش كيجي داير حتى هو ستيل غادكو، كتجي فيه هنا بحال ستيل بنانه، والثمن 8500 درهم. هاي البنات 8500 درهم، شفتوا كنحاول نبين لكم جميع الاشكال اللي خفيفه واللي ثقال، 8500 درهم. هنا البنات بغيت نوريكم واحد لا كوموند ديال واحد السيده، هادو حلقات نورمالمون بحال هكا كيتلبسوا، شفتوا. وهنا غدير في مورين ديك اللويزه اخويا زهير، ها هي غدير في هاد اللويزه هادي، هانتوما غير بالنسبه للناس اللي مهتمين، غادي نزومي لكم اكثر باش يبان لكم، نتمنى يكون باين لكم الموديل. هانتوما شتو غدير فيها اللويزه بحال هكا، شتو كتجي على هاد الشكل. دابا غير هادو اللويزه حنا عارفين الثمن ديالها، يعني كتبقى ما بين 900 حتى ل 1000 ولا 1100 درهم، هادي ديال المغرب، وديال برا 1700 درهم. وبالنسبه لهادو شحال كيبقاو؟ 2600 درهم. 2600 درهم بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم اللويز، كاين سيدات عندها اللويز وكتبغي ديرهم في حلقات. شتي هادي دابا كوموند ديال السيده عندها اللويز وصوب لها الحلقات، الحلقات بحال هكا خاويين كيجيو ب 2600 درهم. ممكن البنات كفكره السيدات كيف ما قال لي خويا زهير يديروا حتى بحال هكا، هو البوندونتيف هنا كيف ما كيبان لكم ديال كارتيي ديال الفيس، ودير فوق ودير فيه لويزه بحال هكا، حتى هي كتبقى كفكره. يعني تبارك الله اللويز دابا ولا داخل بزاف، كاين واحد لو ميكس ما بين اللويز وكيدخلوا في الموديلات العصريه. من الموديلات ايضا ثاني جديده تبارك الله خويا زهير، كل مره الجديد. شوفوا البنات هذا الموديل هذا كيجي بحال الخيط غليظ، بحال الخيط غليظ قاسح. علاش درنا هذا الخيط هذا؟ باش زوين الامتياز اللي به كنوريكم البنات كيدور فوالا كيتلوى كيتلوى. دابا كدير شي كوردو قاصح ما كيقدرش يدور معاك مع الليل، تماما كيبقى واقف وهنا كيبقى واقف. وحتى الشكل ديالو عجبني، الشكل ديالو. وبالنسبه للوان دابا حتى نورمالمون انا كنشوف غير الكحل والبلو والبلوغ، دابا حاليا هما المتوفرين، هما اللي متوفرين، ولكن زوينين البنات. ها انتوما شو الشكل ديالو كيفاش كيجي داير، واعر واعر واعر. شحال الثمن ديالو هادو كيبقاو؟ 1750. 1750 شفتوا، يعني كيجي فيه الموديل ديال كلوي وكتجي هاد البلاصه كلها ذهب، 1750 درهم. كنذكر دائما ذهب 18 كاره، متوفر في هذا اللون كي قلت لكم الازرق، وايضا في اللون الاسود. كاين ثاني موديل اخر غنلبسو لكم، بقاو معايا. كاين البنات حتى هذا الموديل واللي عجبني اللون في الغوج بريك. شوف البنات كيفاش مخدوم، شفتوا كيفاش كيجي داير، كيتسد حتى هو من هنا، وثمنه واعر البنات. كتجي فيه باكيطه ديال كلها ديال الذهب كيف ما كيبان لكم، كتبقى بالثمن ديال 1250 25000 ريال. وواحد السيده وسمح لينا لا قاطعتك، واحد السيده اللي سولتني عليها منيت والنمره ديالها مشات ليا حيت ما كنقيدوش نوامر، بغيت نصيفطو لها ولكن ما عاودي تواصلي معاه. اللي كتفرج قول لنا سمعنا راه هو كاين، عاودي تواصلي قولي انا اللي كنت سولتك على هذا الموديل هذا حيت موديل عصري واعر. دابا حاليا متوفر فيه غير الغوج بغيك، ولكن غيدخلوا فيه الوينات. كاين الوينات اللي بغات شي لون كنوصلو، ولكن عجبتني الدرجه ديال اللون، هاد الدرجه ديال اللون واعر. شفتوا كيجي كيحمق 2200 1000 1000 1250 25000 ريال، شفتوا واعر. شوفوا معايا البنات ثاني هاد الموديلات هادو يلاه كيدخلوا البنات كنوريهم لكم، كنحاول نوريكم كلشي، الحاجه اللي غليظه رقيقه ديال تولي جوغ ديال الحضور. هذا قلتي لي شحال دايره هاد لا غورميت هادي؟ 1900 درهم. شفتوا فيها لارجونتي والدوري والبرونز، كيجي كلها هكا دي بول، الثمن ديالها 1900 درهم. 1900 درهم. شوفوا البنات من هاد الموديلات اللي كتحمقني انا هو هاد الموديل، واللي عجبني البنات ان فيه الحجيرات. شفتوا هاد الحجيرات كيعطيو واحد الجماليه في الفن، وثمنه غزال. وراه البنات راه كبير، شوفوا البنات العرض ديالو راه كبير برد، والثمن ديالو 6500 ياك 6500 واعر، 6500 درهم. ديري بحال هكا مع بحال هكا غورميت كيجي كيحمق، وكاين حتى الخاتم ديالو راه متوفر في المحل 6500 درهم. البنات دابا غنوريكم بحال الاطقم، يعني البغاسلي مع الخاتم. شفتوا البنات كانوا عليهم توما طلب. بالنسبه للشكل الاول كيدير 5100 درهم، شفتوا كيجي فيه بحال جوج ديال لي غورم، جوج ديال لي بغاسلي يعني الفيس مع الفيلول. شفتوا كيبقى بالثمن ديال 5100 درهم، 5100 درهم. ومن هاد الجهه كيجي على هاد الشكل هذا، شوف شحال زوين، بحال عندك جوج ديال لي بغاسلي. والخاتم ديالو كيدير 1350 درهم، ها هو البنات 1350 درهم، فريمون اثمنه زوينه 1350 درهم. هذا الموديل الاول. هانتوما البنات الموديل اللي وريتكم كاين فيه جوج، كاين فيه هذا اللي كنت لابسه انا ب 5100، وكاين هذا اللي بغاتو فيه الحجيرات كيبقى ب 5400، يعني كاين فيه جوج ديال الموديلات، كيبقى لكم نتوما الاختيار.
الموديل الثاني هو الموديل ديال الكلو غزال. غير هو شوفوا معايا هذا الكلو، هذا الموديل هذا فيه بحال المثلث من هنا، موديل روعه، فيه حجيرات بحال هكا صغيورين، والخاتم ديالو انا غير كندير لكم الطقم، اللي ما بغاش تاخذوا معاه ما كتاخذوش معاه. المهم هذا بالنسبه للثمن ديال البراسلي 3700 درهم. شفتوا كيفاش كيجي داير؟ كنذكر دائما ذهب 18 كاره 3700 درهم. وبالنسبه للخاتم شحال داير؟ 1700 درهم. ها نتوما البنات بقى لكم نتوما لو شوا، غنوريكم بليزيوغ موديل. كاين البنات حتى هذا، يعني اللي كتبغي الكلو سامبل، انا وريتكم الكلو اللي فيه بحال المثلث، وهذا كلو سامبل، هذا كيبقى ياك 3500 ودرت لكم نيت مع نفس الخاتم اللي هو داير 1700 درهم. هانتوما يعني موديلات زوينه تلبسوهم ديال كل نهار، راقيين بزاف بزاف وما كيديموداوش. دابا البنات غادي نوريكم واحد الجديد في السريتلات. شوفوا معايا هاد السريتله هادي كتجي بلديه روميه، شفتوا هي سريتله كتجي سامبل، وكيجي حتى لهداك الفوق ديالها كيف ما كيبان لكم، وفيها هذاك بحال شانيل، شفتوا فنه، يعني جهه سامبل وجهه فيها الحجيرات، كيجيو ثلاثه. بالنسبه لثلاثه شحال كيبقاو خويا زهير؟ كيديروا 11800. 11800 درهم. شفتوا البنات سريتله وكتجي تبارك الله راه عامره، 11000 درهم و800 ياك. ولا بغات مثلا السيده غير واحد، انا غنعبروا لكم واحد ونشوفوا بشحال غادي يجي. هانتوما البنات حنا عبرنا واحد، يعني السيده الا بغات غير واحد كيبقى ليها ب 4000 درهم. شو مع الضو كيضرب ما بغاش يزومي ليا، كتبقى ها هو البنات 4000 درهم. واعر البنات الشكل ديالو خطير. وغادي نختم لكم البنات ببعض لي زارتيك. المهم انا كنحاول الفيديو يكون ما يكون طويل ما يكون قصير. شوفوا معايا الموديل هذا كيهبل البنات، فيه هنايا البوندونتيف ديال الذهب، وفيه هنايا حتى هاد الحواف هادو ولا هاد النهايات ديالو حتى هما ديال الذهب. هذا الثمن ديالو 1400 درهم، خطير، موديل راقي جدا، كتلبسيه مع لي غورميت اولا مع لي براسلي كيحمق. واش فيه لوينات اخرين خويا زهير يكونوا فيه؟ هذاك واحد هو اللي بقى، واحد اللي بقى حاليا كاين، بغا شي حاجه راه كوموندايها. 1400 درهم خطير خطير، حمقني 28000 ريال البنات، خطير. نشوفوا هذا ثاني روزاس، لا هي ماشي حره، ماشي حره، هذا روزاس يعني لا شوت، لي شوت ديال الديامون، مي ماشي حرين البنات. هذا موديل خطير، شحال 5000؟ 5100 درهم. انا غنلبسو لكم بعجاله. شفتوا البنات كيفاش كيجي دير؟ كيجي على هذا الشكل، 5100 درهم. هنا ما ساداش غير باش تشوفوا الحجم ديالو، الغيال في يديا 5100 درهم. كاين ايضا هذا الموديل هذا اللي ديجا كنت وريته لكم ديال فان كليف، خطير هذا الموديل هذا، واعر، كيجي مبروم ويجي حتى مع لي موديل ديال لويز اللي كتصاوب اخويا زهير ياك، حيت فيه ديك البرمته هو من الجن. شفتوا كي كيجي؟ ها انتم البنات انا نتمنى يكون باين لكم. فوالا شفتوا كيفاش كيجي داير؟ شحال الثمن ديال هذا كيبقى اخويا زهير؟ 6000 درهم. 6000 درهم البنات، وراه عريض 6000 درهم. انا غادي نقيسو لكم ونختم به. ها هو البنات شوف كيفاش كيجي داير، الثمن ديالو 6000 درهم، 6000 درهم. هذا ديال فان كليف. وبالنسبه اللي حداه هذا اللي كيجيو بحال هكا بحال التوينز بحال التوام، كيبقاو ب 4000 ياك و 500 درهم اخويا زهير. شوف كيفاش كيجي داير، روعه روعه روعه، موديلات كتحمق. وباقي البنات راه كاين بزاف 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 هانتوما البنات ديال الجديد، وبزاف ديال لي زارتيكل وديال لي غورميت وديال هاد السنيسلات بحال هكا. هادو اخويا زهير باقيين ديال الجلد، هاد الروزاس هادو، هاديك باقا شي وحده فيها تقريبا، شي وحيده بانتي كنت شي وحده اخرى في الخضر، ولا ما بقاش ديال الخضرة قبيله خدا ثاني خدات السيده. ايوا صافي ها بقات وحده، ولكن هادو الا بغاوهم ممكن تصوبهم ليهم، هما سيغ كوموند. هادو اللي كتجي فيها هادو روزاس ولا روزاس هادو حرين 3200 درهم. شتو كيفاش كتجي دايره؟ 3200 درهم سيغ كوموند اللي بغات ياك، كنا دوزناهم. دابا حنا دابا حتى باينه قبيله قالت لي بغيتها في الكحله، حيت لها عندي واحد السمطه هنا كحله بدلتها لها. سهله صافي، شفتو تقدر كاع عندها شي سمطه هي اخرى راه تقدر كتاخذها. تبارك الله عليك، هذه قلنا كتبقى ب 3200 درهم، واي لون بغيتي عندك انت السمطه جيبيها، ما بغيتيش يصوب لك اللون اللي بغيتي، وراه كتجي خطيره يا البنات. كيجيو رائعين، هما اللي ولاو دابا، هما اللي ولاو دابا. يلا البنات المهم كنتمنى ان هاد لا فيديو هادي عند مجوهرات رؤى مع خويا زهير تكون عجبتكم. شكرا لك بزاف بزاف اخويا زهير، الله يكبر بك، وشكرا على لي زارتيكل اللي كتجي. مرحبا، كنشاهدوا باش نكون عند حسن الظن ديال لا تبارك الله، جبتي لي زارتيكل فنين وما نقدرش نبينو كلشي. شوفوا شوفوا هذا ما وريتيش لي اخويا زهير، دابا نختم راني بحال ندير بحال هذاك هذاك هذاك، شفتوا
انا هذا بغيت نختم وما ساخياش. دابا مع ما قلتي قبيله واحد الكلمه قلتي لهم حنا ما بغيناش نطولوا عليكم في الفيديو باش نبقاو ديما فوالا ديما الجديد وما طلعوش لهم في راسهم. راه بزاف الموديلات هانتوما البنات الخويت مات راه ما وريتكم. شوفوا هذا اللي بحال اللي وريتكم قبيله غورميت هو بغاسلي لي بوندونتيف البنات كلشي كاين لي بوندونتيف. شفتوا 4400 ها هو البنات 4400 درهم. شفتوا كيفاش كيجي داير هذا باش عجبني البنات كيجي فيه بحال دوك الحجيرات صغيورين ملونين 4400 درهم. شوف البنات فريمون داكشي روعه. يلاه البنات انا اللي كنتسالوكم باش تعاونونا الجيم والبارطاج باش خويا زهير تزيد يتعرف ويزيدو يعرفوه الناس. تبارك الله المعرفه ديالو كنز يعني فريمون اللي عرفو واللي جات قدامنا عنده راه غنخليكم نتوما تهضروا في التعاليق الناس اللي كانت عندهم تجربه يعني في البيع والشراء مع خويا زهير. فشكرا لك مره اخرى وشكرا للمتابعين ديال القناه والله يكبر بك اخويا زهير. بارك الله فيك ودائما يا ربي امين. انا ديما الوقت ديال الله يكبر بك اخويا زهير. صافي بليزير حتى انا راه بدلت الجو. الله يكبر بك اخويا زهير شكرا لك بزاف بزاف. مرحبا بالجميع. بارك الله فيك. نقول لهم سمحوا لنا سمحوا لنا سمحوا لنا. واش غادي دير؟ شوف انت الجهد راه كدير جهد واحد اللي عندك راه دابا حنا راه حاولنا نديروا التليفون يعني نسكتوه باش من بصح راه كاين الناس ديجا دابا كيتواصلوا يعني غير عذروا الا تعطل عليكم غير عذروا هادشي اللي كاين. وشكرا لك بزاف اخويا زهير وديما جيمو بارطاج. الارسال كاين في كازا وفي جميع مدن المغرب ورقم الهاتف ديالو غنخلي لكم في صندوق الوصف. ودائما كيف ما عودنا الله يجازيك بخير. نعم اخويا زهير النمره قديمه 063 66 77 75 ما بقيتش كندخل لها. علاش؟ حيت تقطعت ليا مزيني. واش باقا في الفيديوهات؟ باقا في الفيديوهات صافي انا غنحاول نحيدها الا كانت باقا نرجع لها. يمكن كيشوفها في الفيديوهات القدام كيشوفها كيصيفطوا لي شحال من وحده كتقول لك كنصيفط لك في النمره اخرى ما كتواصلش. فهمت حيت ما بقيتش كندخل لها. هذا هو اللي كاين. عاود ذكرهم بالنمره ديالك قول لهم هنايا. دابا النمره الحاليه اللي كاينه هي 06 00 31 60 71. هذه هي النمره ديالو واللي كنخليكم في صندوق الوصف. الا كان شي نمره اخرى في الفيديو اخرى غنسوبريما باش ما يكونش. الله يكبر بك اخويا زهير وديما جيمو بارطاجي البنات ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لك بزاف اخويا زهير والله يعاونكم البنات.